أعلنت لجنة العفو الرئاسي خروج دفعة جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا. وقال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي إن من بين المفرج عنهم العديد من الشباب، مؤكدا أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفارق بين شخصية مشهورة وأخرى غير معروفة. وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أنه سيتم خروج دفعات للعفو جديدة خلال أسبوع أو الأسبوع القادم، مشيرا إلى تجاوز عدد المفرج عنهم إلى 1000 شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 من إبريل الماضي وحتى الآن. We'll be right back.